بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين نبينا محمد وعلى آله وأصحابه والتابعين لهم بإحسان إلى يوم الدين أما بعد هذه هي الحلقة الثانية من المسائل التي سبق أن تكلمنا عنها وهي محبة الله تعالى للعبد وقد ذكرنا جمله من المسائل التي بها يحصل الانسان على محبه الله تعالى له وذكرنا الاحسان والتوبه والطهاره ومتابعه النبي صلى الله عليه وسلم والتقوى والصبر والتوكل. فمن اتصف بشيء من هذه الصفات وتخلق بها فانه يحصل على محبه الله تعالى له. ومن ذلك ايضا العدل. وهو القسط وقد قال الله تبارك وتعالى وان حكمت فاحكم بينهم بالقسط ان الله يحب المقسطين القسط هو العدل ويشمل ذلك العدل مع الناس عموما كعدل الحاكم مع الرعيه وعدل الزوج مع اهله مع زوجته او مع اولاده وغير ذلك من الولايات التي يتولاها المسلم بل انه يدخل في ذلك العدل مع العدو وقد قال الله جل وعلا وان طائفتان من المؤمنين اقتتلوا فاصلحوا بينهما فان بغت احداهما على الاخرى فقاتلوا التي تبغي حتى تفيء الى امر الله فان فاءت فاصلحوا بينهما بالعدل واقسطوا ان الله يحب المقسطين وهذا عدل مع العدو وقد ورد فضل الولاه المقسطين العادلين قد قال النبي صلى الله عليه وسلم ان المقسطين عند الله لهم منابر من نور عن يمين الرحمن عز وجل وكلتا يديه يمين الذين يعدلون في حكمهم واهليهم وما ولوا فالعدل صفه عظيمه وجليله يحصل بها الانسان على محبه الله تعالى له بجميع انواع العدل المختلفة سواء كانت من المسائل الكبار او الصغار ومن المسائل التي يحصل بها الانسان على محبه الله تعالى له التقرب الى الله تعالى بالنوافل بعد الفرائض اي ان الانسان يكثر من عمل نوافل العباده من صلاة و زكاة وصيام وحج وعمرة وغيرها من سائر انواع القربات، لكن هذا يكون بعد ادائه ومحافظته على الفرائض من هذا النوع. وقد جاء في حديث ابي هريره في الحديث القدسي عن النبي صلى الله عليه وسلم انه قال: ان الله تعالى قال: من عاد لي وليا فقد اذنته بالحرب وما تقرب الي عبدي بشيء احب الي مما افترضته مما افترضت عليه ولا يزال عبدي يتقرب الي بالنوافل حتى احبه فاذا احببته كنت سمعه الذي يسمع به وبصره الذي يبصر به ويده التي يبطش بها ورجله التي يمشي بها وان سالني لاعطينه لا ولئن استعاذني لاعيذنه الحديث فهذا الحديث يبين شأن النوافل لكنه يكون بعد الفرائض فالفرائض لا بد أن يأتي بها لأنها هي أحب الأعمال إلى الله وما تقرب الأنسان إلى ربه بشيء أحب إلى الله مما افترض عليه من الصلاوات الخمس ومن أداء الزكاة الواجبة من صيام رمضان ومن الحج الواجب ونحو ذلك من الأمور الواجبة على الإنسان فالفرائض هي ما اوجب الله تعالى على عباده، ويدخل في ذلك الابتعاد عن المحرمات، فالانسان يجب عليه ان يبتعد عن المحرمات بجميع انواعها، فعلى العبد ان ينتبه الى ان الفرائض مقدمة على النوافل، وخاصة في هذه الايام، ونحن في شهر رمضان المبارك النوافل كثيرة ومجالاتها كبيرة ومتنوعة ومتعددة من صلاة وزكاة وبر وإحسان وأمر وتعليم وتعلم واجتهاد في الأذكار وغيرها لكن على الإنسان أن ينتبه إلى أنه لا بد أن يحافظ على الفرائض فعلى سبيل المثال الإنسان عنده صلوات مفروضة هي الخمس الفجر والظهر والعصر والمغرب والعشاء هذه أفضل من التراويح ويلاحظ أن بعض الناس ربما يتساهل في صلاة الفجر فتطلع عليه الشمس وهو لم يستيقظ يؤديها أو تفوته صلاة الظهر فيطلع عليه فيأتيه ويدخل عليه وقت العصر وهو لم يصلي الظهر وهذا خطأ وخطر ومنكر عظيم هذا أعظم أعظم من أن يكون الإنسان يذهب ويبادر إلى فعل أعمال مندوبة ويظن أنه بهذه الأعمال يكون قد فاز بالمغنم أداؤك للفرائض في وقتها أفضل من النوافل وأفضل من صلاتك للتراويح يقول شيخ الاسلام من تيميه والتقرب بالنوافل انما يكون تقربا اذا فعلت الفرائض اما اذا ان الانسان اهمل الفرائض وجاء ليتقرب لي بالنوافل فانه لم يسلك المسلك الصحيح الذي يحصل به فضيله النوافل يقول الشيخ ابن عثيمين رحمه الله الفرائض احب الى الله من النوافل، فالصلوات الخمس مثلا احب الى الله من قيام الليل، واحب الى الله من النوافل، وصيام رمضان احب الى الله من صيام الاثنين والخميس، والايام الست من شوال وما اشبهها. كل الفرائض احب الى الله من النوافل، ووجه ذلك ان الفرائض وكدها الله عز وجل فالزم بها العباد واما النوافل فالانسان حر ان شاء تنفل وزاد خيرا وان شاء لم يتنفل وليس هذا تقليلا من شان النوافل فالنوافل كما جاء في الحديث الذي معنا الانسان اذا اكثر من النوافل بعد الفرائض فانه يحبه الله وقد قال الله تعالى ولا يزال عبدي يتقرب الي بالنوافل حتى احبه فالإكثار من النوافل بعد أداء الفرائض من أجل الأعمال وأفضلها الشيخ رحمه الله ابن عثيمين علق على من قام بأداء النوافل على أكمل الوجه وأهمل ما فرضه الله تعالى عليه فقال هذا من تزيين الشيطان فإذا كنت تزين النافلة فالفريضة أحق بالتزيين فأحسن الفريضة لأنها أحب إلى الله من النوافل ثم قال عن النوافل النوافل تقرب إلى الله وتكمل الفرائض فإذا أكثر الإنسان من النوافل مع قيامه بالفرائض نال محبة الله فيحبه الله وصار بذلك معانا في جميع اموره يقول رحمه الله هذا الحديث يدل على ان اولياء الله قسمين من تقرب اليه باداء الفرائض ويشمل ذلك فعل الواجبات وترك المحرمات والثاني من تقرب اليه باداء النوافل بعد الفرائض فالذي يعمل الفراء النوافل بعد الفرائض يكون بهذا أكمل ومن ذلك يظهر أنه لا سبيل للوصول إلى محبة الله تعالى ورضوانه إلا بفعل الطاعات التي شرعها جل وعلا على عباده فمتى ما اجتهد العبد بالتقرب إلى الله بالفرائض ثم بالنوافل فقربه الله تعالى إليه ورزقه حبه وولايته وهذا هو المجال الذي ينبغي ان يتنافس فيه المتنافسون فيحرصون على اداء ما فرض الله تعالى عليهم من الواجبات ويجتهدون في الاكثار من النوافل بجميع انواعها وخاصه في هذا الشهر الكريم الذي يتنافس فيه المتنافسون من الامور والاسباب والاعمال التي يحصل بها الانسان على محبه الله تعالى له الحب في الله الحب في الله والتزاور بناء على هذه المحبه وقد اخرج مسلم رحمه الله عن ابي هريره رضي الله تعالى عنه ان النبي صلى الله عليه وسلم قال ان رجلا زار اخا له في قريه اخرى فارصد الله له على مدرجته ملكا فلما اتى عليه قال اين تريد يقوله الملك قال الرجل اريد اخا لي في هذه القريه قال الملك هل لك عليه من نعمه تربها قال لا غير اني احببته في الله عز وجل قال الملك فاني رسول الله اليك بان الله تعالى قد احبك كما احببته فيه فالحب في الله منزله عاليه ومكانه رفيعه هي التي يجب ان تبنى عليها العلائق بين الناس الحب في الله والبغض في الله فالحب في الله هو ان يحب المرء اخاه المسلم من اجل دينه ومن اجل تقواه قال الامام النووي رحمه الله في هذا الحديث فضل المحبه في الله وانها سبب لحب الله تعالى للعبد وهذا فيه فضيله زياره الصالحين اي ان الانسان يحب الانسان بما يتوفر فيه من صفات التقوى وبما يتخلق به من اخلاق عباد الله الصالحين ويدخل في هذا دخولا اوليا محبه الصحابه رضي الله تعالى عنهم فيجب على كل مسلم ان يحب اصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم لان الله تعالى اختارهم لصحبته والنبي صلى الله عليه وسلم بين فضلهم ومكانتهم ومنزلتهم وقد قال عليه الصلاه والسلام عن الانصار لا يحبهم الا مؤمن ولا يبغضهم الا منافق فمن احبهم احبه الله ومن ابغضهم ابغضه الله وهذا في الانصار والمهاجرون اعلى منزله وكلهم خيار وعدول واهل صلاح وتقى يجب على كل مسلم ان يحبهم وان يتقرب الى الله بحبهم من حقوق المتحابين في الله حب الخير لبعضهم البعض وقد قال صلى الله عليه وسلم لا يؤمن احدكم حتى يحب لاخيه ما يحب لنفسه ومن حقوق المتحابين في الله التواصي بالحق والدلاله على الخير كما جاء في سوره العصر ان الانسان لفي خسر الا الذين امنوا وعملوا الصالحات وتواصوا بالحق وتواصوا بالصبر فالاحباء في الله يوصي بعضهم بعضا بالحق ويتواصون بالصبر عليه وايضا من حقوقهم الدعاء بظهر الغيب وقد قال عليه الصلاه والسلام دعوه المسلم دعوه المرء المسلم لاخيه بظهر الغيب مستجابه عند راسه ملك موكل كلما دعا لاخيه بخير قال الملك قال الملك الموكل به امين ولك بمثل ذلك فالانسان اذا دعا لاخيه المحب بشيء فان هذه الدعوه ثمرتها تعود اليك انت ايضا فاكثر او اقل فالخير انت اول واحق من يحصل عليه ومن الصفات النبيله في حقوق المتحابين التهادي وتلمس الاعذار ولين الجانب وطلاقه الوجه في التعامل فيما بينهم. وهذه كلها صفات جميله وصفات نبل وكمال ورقي في الامه. من الاسباب التي يحصل بها العبد على محبه الله تعالى له الرفق الرفق خصله عاليه وصفه جليله يوفق اليها من اراد الله تعالى له الخير وقد قال الله تعالى في شان رسوله صلى الله عليه وسلم فبما رحمه من الله لنت لهم ولو كنت فظا غليظ القلب لانفضوا من حولك فالنبي عليه الصلاه والسلام وفقه الله ولين جانبه ليتعامل مع اصحابه وامته فتستفيد امته من دعوته وقد عاش النبي صلى الله عليه وسلم وعاش معه في المدينه بعض اليهود فكانوا احيانا يترددون على النبي صلى الله عليه وسلم وربما يدعون اليه بعبارات موهمه من ذلك ما روته عائشه رضي الله تعالى عنها قالت دخل رهط من اليهود على رسول الله صلى الله عليه وسلم فقالوا السلام عليكم النبي صلى الله عليه وسلم قال وعليكم عائشه رضي الله تعالى عنها قالت وعليكم السام واللعنة فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم مهلا يا عائشة إن الله يحب الرفق في الأمر كله تقول عائشة فقلت يا رسول الله أولم تسمع ما قالوا قال رسول الله صلى الله عليه وسلم قد قلت عليكم بمعنى رددت عليهم دعوتهم هم قالوا السام والسام معناه الموت فهم يريدون ان يوهموا رسول الله صلى الله عليه وسلم بانهم يسلمون عليه بقولهم السلام لكنهم لم يقولوا السلام وانما قالوا السام يعني قالوا الموت عليك يدعون عليه فعائشه رضي الله عنها غضبت وقالت عليكم السام واللعنه النبي عليه الصلاه والسلام قال مهلا عليك بالرفق فعائشه رضي الله تعالى عنها قالت: الم تسمع انهم يسبونك ويشتمونك ويدعون عليك بالموت؟ قال: بلى انا رددت عليهم بمثل ذلك وقلت وعليكم فحينئذ دعوه النبي صلى الله عليه وسلم عليهم مقبوله ودعوتهم على النبي صلى الله عليه وسلم مرفوضه. فالنبي عليه الصلاه والسلام ارشد عائشه رضي الله عنها الى الرفق حتى مع هؤلاء اليهود الذين يشتمون النبي صلى الله عليه وسلم وهو يريد أن يرفق بالناس لا من ضعف ولا من مذلة ولكن من مركز قوة وإنما هو الرفق ولين الجانب والأخذ بالأسهل وهذا من كمال هذا الدين وبركته وخيره على هذه الامه يقول الامام ابن القيم رحمه الله ومن رفق بعباد الله رفق الله به ومن رحم خلق الله رحمه الله ومن احسن اليهم احسن اليه ومن صفح عنهم صفح عنه ومن جاد عليهم جاد عليه ومن نفعهم نفعه ومن سترهم ستره ومن تتبع عوراتهم تتبع الله عورته ومن هتكهم هتكه الله ومن فضحهم ومن منعهم خيره منعه الله خيره ومن شاق الله شاقه الله او شاق الله به ومن مكر مكر به ومن خادع خادعه ومن عامل خلقه بصفه عامله الله تعالى بتلك الصفه بعينها في الدنيا والاخره فالله تعالى لعبده على حسب ما يكون العبد لخلقه فاختر لنفسك ما تريد فعملك ينتكس عليك من سوء او حسن وهذا تنبيه الى ان ديننا هو دين الكمال وكل انسان يتطوع بان ينقاد الى هذا الدين في اموره كلها لانه هو الذي يكسب المغنم اولا واخرا من الامور التي يحبها الله ويحب من يعملها ويحصل بها الانسان على محبه الله تعالى له, له هو ذكره لله جل وعلا يقول النبي صلى الله عليه وسلم يقول الله تعالى انا عند ظن عبدي وانا معه حين يذكرني فاذا ذكرني في نفسه ذكرته في نفسي وان ذكرني في ملا ذكرته في ملا خير منه وإن اقترب إلي شبرا تقربت إليه ذراعا وإن اقترب إلي ذراعا اقتربت إليه باعا وإن أتاني يمشي أتيته هروله أخرجه مسلم من حديث أبي هريره رضي الله تعالى عنه فهذا تنبيه إلى انشغال الإنسان بالله وبذكر الله والإنسان يكون لسانه دائما رطبا من ذكر الله وبذكر الله تطمئن القلوب وقد نبهنا نبينا عليه الصلاة والسلام إلى جملة خفيفة سهلة ميسورة لا تأخذ من الإنسان وقتا ولا جهدا يقول عليه الصلاة والسلام كلمتان خفيفتان على اللسان ثقيلتان في الميزان حبيبتان إلى الرحمن سبحان الله وبحمده سبحان الله العظيم. ما تأخذ منك عشر ثواني فلا تبخل على نفسك. فالذكر من ايسر العبادات ومن اسهلها على الانسان. وقد ذكر الامام ابن القيم رحمه الله كلاما جميلا في هذا المعنى. قال عن الذكر وهي منزله وهي منزله القوم الكبرى التي منها يتزودون واليها دائما يترددون والذكر منشور الولايه الذي من اعطيه اتصل ومن منعه عزل وهو قوت قلوب القوم الذي متى فارقها صارت الأجساد لها قبورا وعمارة ديارهم التي إذا تعطلت عنه صارت بورا وهو سلاحهم الذي يقاتلون به قطاع الطريق وماءهم الذي يطفئون به التهاب الطريق ودواء أسقامهم الذي متى فارقهم انتكست منهم القلوب والسبب الموصل وهو السبب الواصل والعلاقة التي كانت بينهم وبين علام الغيوب به يستدفعون الآفات ويستكشفون الكربات وتهون عليهم به المصيبات إذا أضلهم به البلاء فإليه ملجأهم وإذا نزلت بهم النوازل فإليه مفزعهم فهو رياض جنتهم التي فيها يتقلبون ورؤوس اموال سعادتهم التي بها يتجرون يدع القلب الحزين ضاحكا مسرورا ويوصل الذاكر الى المذكور بل يدع الذاكر مذكورا <applause> ذكر هذا في مدارج السالكين رحمه الله ويدخل في ذكر الله تعالى قراءة القرآن والاستغفار والتهليل والتسبيح والتحميد والتكبير وسائر أنواع الدعاء فينبغي للإنسان ألا يفتر عن هذا الأمر وهو يسير في الطريق أو هو يقود سيارته أو هو جالس في مكان انتظار أو هو مضطجع على فراشه فينبغي للانسان الا يضيع لحظه من لحظات عمره الا ويشغلها في ذكر الله تعالى بهذه المناسبه نذكر بعض الاعمال التي لا يحبها الله ويمقتها ويكرهها منها الاعتداء الله تعالى يقول وقاتلوا في سبيل الله الذين يقاتلونكم ولا تعتدوا ان الله لا يحب المعتدين فالله تعالى لا يحب الاعتداء والذي يجب على الانسان ان لا يعتدي على غيره باي حال من الاحوال ويقول جل وعلا يا ايها الذين امنوا لا تحرموا طيبات ما احل الله لكم ولا تعتدوا ان الله لا يحب المعتدين فالله احل لك الطيبات فليس لك ان تحرمها فاذا حرمت الطيبات فقد اعتديت ويقول جل وعلا ادعوا ربكم تضرعا وخفيه انه لا يحب المعتدين فالإنسان يدعو الله تعالى بالدعاء الحسن ولا يعتدي في دعائه كما أن من الصفات التي يبغضها الله ولا يحبها ولا يحب أهلها الفساد بجميع أنواعه يقول جل وعلا وإذا تولى سعى في الأرض ليفسد فيها ويهلك الحرث والنسل والله لا يحب الفساد فالفساد بجميع أنواعه وأشكاله صفة ذميمة وممقوتة وممقوت صاحبها يقول الله جل وعلا وقالت اليهود يد الله مغلولة غلت أيديهم ولعنوا بما قالوا بل يداه مبسوطتان ينفق كيف يشاء ولا يزيدن كثيرا منهم ما أنزل إليك من ربك طغيانا وكفرا والقينا بينهم العداوه والبغضاء الى يوم القيامه كلما اوقدوا نارا للحرب اطفاها الله ويسعون في الارض فسادا والله لا يحب المفسدين فهؤلاء يسعون في الارض فسادا بجميع انواعه وطرقه وحيله كلما وجدوا فرصه يفسدوا فافسدوا فالله تعالى لا يحب هذه الصفه ولا هذا النوع من البشر الذي هذه حاله ويقول جل وعلا فيما حكاه عن قوم قارون وقارون الذي آتاه الله من الكنوز ما إن مفاتحه لتنوء بالعصبة أولي القوة قومه قالوا له ونصحوه ابتغ فيما اتاك الله الدار الاخره ولا تنس نصيبك من الدنيا واحسن كما احسن الله اليك ولا تبغي الفساد في الارض ان الله لا يحب المفسدين فالله تبارك وتعالى بين في هذه الايات انه لا يحب الذين يفسدون واذا اعطاهم المال وانعم عليهم بالنعم يجب ان يستغلوها ويستفيدوا منها فيما هو طاعه لله لا ان يستغلها الانسان فيما هو فساد او افساد وتضييع لهذه الاموال في وجه غير مشروع من الصفات التي يمقتها الله تعالى ولا يحبها الكفر يقول جل وعلا يمحق الله الربا ويربي الصدقات والله لا يحب كل كفار اثيم فالكفر ضد الايمان وضد التصديق وضد الطاعه والانقياد فيجب على الانسان ان ينقاد لامر الله ويستقيم على دين الله ويصلح على شريعه الله ولا يخالف امره ونهيه ويقول الله جل وعلا: قل اطيعوا الله والرسول فان تولوا فان الله لا يحب الكافرين. ويقول جل وعلا: من كفر فعليه كفره ومن عمل صالحا فلانفسهم يمهدون ليجزي الذين امنوا بما عملوا ليجزي الذين امنوا وعملوا الصالحات من فضله انه لا يحب الكافرين. فالله تعالى يجازي المؤمنين الذين يعملون الاعمال الصالحه من فضله واحسانه وهو تبارك وتعالى لا يحب الكافرين ومن الصفات التي يمقتها الله الظلم بجميع انواعه واشكاله ويقول تعالى واما الذين امنوا وعملوا الصالحات فيوفيهم اجورهم والله لا يحب الظالمين سواء كان الظلم ظلم الانسان لنفسه او ظلمه لغيره واعظم الظلم هو الشرك بالله ان الشرك لظلم عظيم ويقول جل وعلا ان يمسسكم قرح فقد مس القوم قرح مثله وتلك الايام نداولها بين الناس وليعلم الله الذين امنوا ويتخذ منكم شهداء والله لا يحب الظالمين كما قال جل وعلا وجزاء سيئة سيئة مثلها فمن عفا وأصلح فأجره على الله إن الله لا يحب الظالمين ومن الصفات الموقوتة الخيانة يقول جل وعلا ولا تجادل عن الذين يختانون أنفسهم إن الله لا يحب من كان خوانا أثيما ويقول تبارك وتعالى وإما تخافن من قوم خيانة فانبذ إليهم على سواء إن الله لا يحب الخائنين فالخيانة خصلة دميمة وصفة ممقوتة يجب أن يترفع عنها كل إنسان مؤمن ومن الصفات القبيحة الإسراف بجميع أنواعه ولو كان في المباحات يقول الله تعالى: يا بني ادم خذوا زينتكم عند كل مسجد وكلوا واشربوا ولا تسرفوا انه لا يحب المسرفين فالله تعالى لا يحب المسرفين وهذا تنبيه للذين ينعم الله تعالى عليهم بالنعم عليهم ان يستعملوا هذه النعم في طاعه الله ولا يبذروا ولا يسرفوا ولا يتجاوزوا الحد الشرعي الذي تستدعيه الحاله التي هم فيها فان زادوا في ذلك فهذا من الاسراف الذي لا يحبه الله ولا يحب اهله، وهذا امر يجب ان ينتبه له كل انسان وخاصه في بعض المناسبات كمناسبات الافراح او مناسبات الاحتفالات او غيرها، يجب على الناس ان يقتصدوا وان لا ينفقوا شيئا الا في محله. ومن الصفات المنبوذه التي لا يحبها الله التعالي والتكبر والتطاول على خلق الله يقول الله جل وعلا لا جرم ان الله يعلم ما يسرون وما يعلنون انه لا يحب المستكبرين ويقول تعالى ولا تصعر خدك للناس ولا تمشي في الارض مرحا ان الله لا يحب كل مختال فخور ويقول جل وعلا لكي لا تاسوا على ما فاتكم ولا تفرحوا بما اتاكم والله لا يحب كل مختال فخور فكل عمل امر الله تعالى به وحث عليه عباده فانه من جمله الاعمال التي يحبها الله تعالى وكل عمل وامر نهى الله تعالى عنه وحث عباده على الابتعاد عنه فانه من جمله الاعمال التي لا يحبها الله جل وعلا فعلى العبد ان يجتهد بامتثال اوامره والابتعاد عما نهى عنه لينال بذلك رضوان الله ومحبته من علامات محبه الله تعالى للعبد الله جل وعلا قد ينزل بعض العلامات التي يدرك بها الانسان او غيره انه محبوب من الله. من ذلك القبول في الارض. الله تعالى يقول ان الذين امنوا وعملوا الصالحات سيجعل لهم الرحمن ودا. والنبي صلى الله عليه وسلم يقول اذا احب الله عبدا نادى جبريل ان الله يحب فلانا فاحبه. فيحبه جبريل عليه السلام فينادي جبريل في اهل السماء. إن الله يحب فلانا فأحبوه فيحبه أهل السماء ثم يوضع له القبول في أهل الأرض. أيضا من علامات ذلك محبة الله للإنسان حفظ الله تعالى له وولايته لعبده من أذى الأعداء ومن شرورهم. يقول رسول الله صلى الله عليه وسلم في الحديث القدسي إن الله قال من عاد لي وليا فقد آذنته بالحرب فالله تبارك وتعالى إذا دافع عن عبده وصرف عنه كيد الكائدين وحيل المحتالين ومؤامرات المتآمرين فإن هذا من عاجل بشراه وعلامة حب الله تعالى له ومن الأسباب أو من العلامات حفظ جوارح الإنسان من ارتكاب المعاصي والآثام والإعانة على الخير. وأيضا إجابة الدعاء والحفظ من كل سوء. وغير ذلك من الأسباب التي قد يدرك بها الإنسان محبة الله تعالى له ومن ذلك أيضا الابتلاء فإن الله تعالى قد يبتلي بعض عباده وقد قال عليه الصلاة والسلام إن عظم الجزاء مع عظم البلاء وإن الله إذا حب قوما ابتلاهم فمن رضي فله الرضا ومن سخط فله السخط هذه جملة فيما يتعلق بهذه المسائل نسأل الله جل وعلا أن يجعلنا ممن يحبه الله ويحب الله نحن ووالدينا وذرياتنا وأقاربنا والمؤمنين ونسأله جل وعلا أن يعز الإسلام والمسلمين وأن يذل الشرك والمشركين وأن يصلح أحوال المسلمين وأن يصرف عنا وعن المسلمين كل شر وبلاء وفتنة وأن يحفظنا ويحفظ بلادنا والمسلمين في كل مكان من الأوبئة والأمراض والآفات وصلى الله وسلم وبارك على عبده ورسوله نبينا محمد وعلى آله وصحبه.